نيجي للتعديلات الدستوريه. مفروض انه البرلمان كده عشان نبقى عارفين ايه اللي حاصل وما تبقاش المعلومات بناخدها من بره. الوقت اللي حاصل ان انتهت المرحله بتاعت الحوار المجتمعي. البرلمان عمل 6 جلسات للحوار المجتمعي. الجلسه الاولى كان فيها ممثل الازهر والكنيسه واساتذه الجامعات واساتذه القانون الدستوري في الجامعات والاعلاميين. وبعدين بعد كده اتعملت جلسات، جلسه للقضاه والممثله هيئات القضائيه ورجال القانون، ثم بعد ذلك اللي هم رؤساء المجالس القوميه، مجلس قومي المراه، يعني مجلس قومي لحقوق الانسان وهكذا. وبعدين جينا في الاسبوع الثاني اتعملت الجلسه الاولى للاحزاب المعارضه يوم الاربعاء، ودي جلسه مهمه جدا هنتوقف عندها. وبعدين بقى في جلسه للمجتمع المدني والممثلي النقابات، يعني كل الناس تقريبا، كل الفئات كانت موجوده. في عدد من الشخصيات العامه كانوا موجودين. البرلمان كان بيتلقى اقتراحات من الجهات والمؤسسات والشخصيات. فاذا اجرائيا الحياه ماشيه، دستوريا الحياه ماشيه. احنا مختلفين على ايه؟ على المضمون. انت بتقول لا للتعديلات الدستوريه، انا بقول ايوه للتعديلات الدستوريه، غيري متحفظ لايوه ولا لا. دي طبيعه البشر، يعني ما يبقى في موضوع زي ده طبيعه البشر انه يبقى فيه خلاف. لكن في دوله متحضره وبلدنا بلد متحضرة جدا، تقول انه الفارق في ادارة الخلاف. يعني هنا ايه؟ لا يطالب احد ان يكون هناك اتفاق بنسبة 100% على موقف بعينه. يعني مفيش حد بيسعى الى انه يكون في موافقة 100% على التعديلات الدستورية، ولا في حد برضو هيقدر يعمل انه يبقى فيه لا بنسبة 100% للتعديلات الدستورية. لازم يبقى في خلاف، ربنا خلق الناس مختلفين. الحكاية ايه بقى؟ إدارة هذا الاختلاف، يعني ندير الاختلاف ازاي ونخليه شكل من الأشكال المحترمة ازاي. أنا أقول لحضراتكم على مشهد مهم جدا حصل في جلسة الأربع اللي فات اللي كان موجود فيها المعارض. اسمعوا النائب محمد أنور السادات، اسمعوا قال ايه. كلمة الآن للأخ العزيز محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمير. احنا حريصين على المشاركة وحريصين على تلبية الدعوة، لأنه طبعا حوار المجتمعي مهم وواجب وطني بصرف النظر عن أسباب أو رأينا. في البداية زي ما حضرتك تفضلت، آليات وإجراءات تعديل الدستور طبقا للمادة 126 صحيحة ومحدش بيشكك فيها، إجراءات إلى الآن وما زالت ماشية حسب ما الدستور قال. إنما إحنا كنا وزي ما سمعنا من آخرين كنا بنحب إن يبقى في توسيع لدائرة المشاركة. على الأقل إحنا ما زلنا بنصمم على إنه لابد أن يكون هناك بس مباشر جلسات لأي حوارات تتم، لأن الناس اللي قاعدة في البيوت متلخبطة ومش فاهمة كتير من المواد ولا عارفة توافق على إيه ولا ترفض ولا. فأنا بشوف إن دي مسألة مهمة جدا، مسألة الإعلام وتغطية عشان نوصل للناس هينزلوا على أي قناعة وعلى أي رأي. على أي حال زي ما حضرتك تفضلت، الدستور مش نص مقدس واحنا موافقين على هذا، وشفنا دساتير كتيرة تم تعديلها وفي السنوات الاولى ايضا مفيش، يعني مفيش خلاف على هذا. انما احنا رأينا انه الدساتير عند تعديلها يجب انها تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض انه يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحه. واحنا شايفين انه الحمد لله الدنيا مستقر، يعني ايه الضرورات الملحه اللي تخلينا نطلب
او نتكلم في تعديلات والبلد مستقرة والاحوال في تحديات وهتستمر، تحديات اقتصادية والمنطقة كلها بتشتعل، نعم، بس ده موجود كان وما زال وهيظل لسنوات، مش هينتهي. هو ده حال الدول بشكل عام. يعني احنا بنقول طب هو ايه فلسفة، ايه الهدف من التعديل، هو التعديل ده ايه هدفه يعني وايه فلسفته اذا كانت الاوضاع الحمد لله مستقرة. ولذلك سيادة الرئيس انا برفض التعديلات الدستورية، لكن في نفس الوقت بدعو الناس انها تنزل وتشارك وتكون ايجابية، ايا كان هيكون رأيهم بالقبول او بالرفض، لكن لازم الناس تنزل لان ده واجب وطني ولازم تدلي برأيها، وما ستنتهي اليه نتيجة الاستفتاء في النهاية الجميع هيحترم هذا. شكرا سيادة الرئيس. هذا الكلام اذيع على التلفزيون المصري، احنا بنذيعه مرة تانية، انا نشرته في الجرنان عندي، اللي هو فكرة ايه، وهذا ليس تفضلا يعني، يعني ما حدش يقول لك يا سلام يعني انتوا قلتوا انكم بذيعتوه كمان، لا ليس تفضلا ولا حاجة، ولكن هو رد على الناس اللي بيقول لك انه في اقصاء، في استبعاد، في انه ما حدش بينطق، ما حدش بيتكلم، اللي موافق بس هو اللي بياخد فرصته ويقول الكلام. هنا محمد انور السادات بيتكلم انه يرفض التعديلات الدستورية، لكن هو شايف انه الدستور ليس نص مقدس، وشايف انه التعديلات تمت طبقا للاليات الدستورية، بس هو مختلف مع المضمون. وحتى وهو مختلف مع المضمون ويعلن رفضه للتعديلات الدستورية، لكن يدعو الناس للمشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية، سواء اللي هيقول ايوه او اللي هيقول لا. يعني هنا ده. ولذلك مثلا إدارة الخلاف تمت ازاي؟ دكتور علي عبد العال تناقش معه ورد عليه. شوف الدكتور علي عبد العال قال له ايه. الحوار المجتمعي الذي يجرى في هذه القاعة ليس حوارا شكليا أو صوريا، بل هو حوار حقيقي، وكما ذكرت استمعنا إلى الجزء الفني من أساتذة الجامعات وأساتذة القانون الدستوري ومن رجال القضاء، وأيضا بنستكمل اليوم بسماع رأي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة القوى السياسية داخل المجتمع. فبالتالي ليس لدينا تعديلات معلبة وهي اقتراحات حتى الآن. أطمنك تماما أن المحررين البرلمانيين الموجودين في القاعة بينقلوا كل شاردة وواردة، كل حرف وكل كلمة، كلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام، وهذا دليل ليس هناك تضييق. كان محمد أنور السادات أيضا بالإضافة إلى ما قاله عن رفضه للتعديلات الدستورية بيرى أنه الحوار المجتمعي ده مش حوار مكتمل، وأنه الناس ما بتتكلمش في الإعلام. هو دكتور علي عبد العال قال له بالعكس، هذا الحوار حوار حقيقي جدا، لأنه لو كان حوارا سوريا ما كانتش البرلمان أقدم على دعوة رؤساء الأحزاب المعارضة اللي هم جزء من الحركة المدنية اللي بتعلن ان هي ضد التعديلات وبتعمل دلوقتي فعاليات، كان تجاهلهم وخلاص. اوجع دماغي ليه؟ يعني انت بتتهمني ان انا بعمل حوار سوري. طب ادعيك ليه؟ ما خلاص، ما هو سوري، انت مش بتتهمني ان انا عامله حوار كده وكده يعني؟ خلاص ما تجيش وما تتكلمش ومش هسمع لك وانتهينا. لكن لا، يجي ويقول كل اللي هو عايزه والناس تتناقش وتختلف. واقول لحضراتكم على حاجه، ما كانش بس رؤساء الاحزاب اللي هم المعارضين هم اللي موجودين، لا كان في شخصيات عامه وكان في اساتذه جامعات. يعني الدكتور مصطفى كامل السيد هو استاذ علوم سياسيه يرفض التعديلات الدستوريه، شوفوا قال ايه. كلمه الان على حسب الجدول او ورود الاعتذارات من عدمه للسيد الاستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسيه. أبدأ بالقول بأن موقفي من هذه التعديلات هو رفضها جملة وتفصيلا، وذلك للأسباب التالية. أولا،
النظام القانوني والدستوري في أي دولة يستهدف إشاعة روح من الطمأنينة والثقة بين المواطنين أيا كانت مشاغلهم. هم يشعرون بالطمأنينة أن القواعد الحاكمة للحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية هي قواعد ثابتة وجادة وتمتلك قدرا كبيرا من المصداقية. أما عندما نقدم على تعديل نص دستوري لم يجري تطبيق معظم مواده، لم يجري تفعيلها، وبعد مرور 5 سنوات على اعتماده من أغلبية ساحقة من المواطنين، فأعتقد أن ذلك يخلق إحساسا بأننا لا نتعامل بجدية مع النصوص الدستورية. طيب الدكتور مصطفى كامل السيد وهو أستاذ من الأساتذة المرموقين في العلوم السياسية، دي كانت جلسة المجتمع المدني، وبدأ زي ما حضراتكم سمعتوا كده، قال لك أرفض جملة وتفصيلا التعديلات الدستورية. إذن أنا قدام حوار أجري بشكل مفتوح، ما كانش فيه منع لرأي أو توجيه للحوار بشكل معين، وده اللي أكده تاني، وده حق الحقيقة حق الدكتور علي عبد العال اللي أكده تاني رئيس البرلمان واللي هو كان بيدير الجلسات في كلمة أعتقد أنها مهمة أن احنا نسمعها. اسمعوا الدكتور علي عبد العال. في 5 جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وفي هذه الجلسة نستمع إلى فئة جديدة من فئات المجتمع ووجهة نظرها تعد في غاية الأهمية، وهي وجهة النظر الاقتصادية والمالية. بالفعل أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتعرض من أي ناحية من النواحي لتعديل الجوانب الاقتصادية أو هيكل الاقتصاد المصري. لما تطرق أو تتطرق هذه الاقتراحات لتعديل في النظام الاقتصادي أو تعديل في القواعد الخاصة بالموازنة العامة أو تعديل في الضرائب أو في أي حوافز للاستثمار وخلافه. الحوار بيدور بلا سقف، ليس هناك قيود وليس هناك محددات لإبداء الرأي. الحرية، كل الحرية في أن يبدي كل شخص رأيه في هذه التعديلات بكل حرية وبدون قيود. هنا هتسألني سؤال لازم يعني نطرحه وبوضوح، وبعدين طيب ما هو الناس راحت وعرضت وقالت لا احنا رافضين، ايه بقى اللي هيحصل؟ هقول لك هيحصل زي ما بيحصل في اي دولة بتحاول ان تسير في طريق ديمقراطية، انه الناس اللي راحت قالت لا كلامها ده يوضع في الاعتبار، لانه أنا عندي أغلبية اللي اتكلموا كانوا موافقين على التعديلات، أقلية كانوا معترضين على التعديلات. هنا ما تقدرش أنت الأقلية تبقى عايزة تمشي الحياة على هواها، وإلا أبقى أنا عندي ديكتاتورية للأقلية. لكن إيه الفايدة أن أنا أعمل الحوار؟ أن أنا آخد من الناس المعترضين على التعديلات الدستورية آراء وأفكار أطعم بيها هذه التعديلات فتطلع بشكل مثالي. هتقولي زي إيه؟ أقول لك مثلا زي المادة المقترحة بإعادة مجلس أو يعني إنشاء مجلس الشيوخ اللي هو كان مجلس الشورى قبل كده. دي مادة في ناس كتيرة جدا رافضاها. بس رافضة إيه؟ قال لك يا جماعة ما ينفعش نرجع مجلس شورى، يبقى مجلس شورى شكلي، لأنه هيبقى عبء على الدولة وهيبقى مكلمة. لو عايزين ترجعوا مجلس الشورى أو تسموه مجلس الشيوخ اديله صلاحيات، امنحوا صلاحيات تشريعية بحيث لما نعمل انتخابات ويبقى التلتين بالانتخاب والتلت هيعينوا الرئيس والناس هتيجي تعمل اجتماعات
وتاخد بدلات ومكافآت ويعيشوا، لا يبقوا يشتغلوا يعملوا حاجة ملحوظة ممسوكة. فده مثلا ملاحظة ليه؟ لأنه قال لك أنت اللي اقترحوا إعادة الغرفة الثانية في البرلمان دول رجعوها على وضعها قبل 2007. أنتوا عارفين مجلس الشورى ده لحد 2007 كان مجلس كده استشاري، لكن بعد 2007 حصل تعديل فخد صلاحيات تشريعية. فهنا الحوار يقول لك ايه، لا ممكن نضيف المسألة دي. في مسألة المرأة و 25% من المقاعد للمرأة، ناس اختلفت كتير جدا وقال لك ده يخالف الدستور اصلا، مادة 53 من الدستور اللي هي بترفض التمييز. فالحوار بيخليك تطلع بشكل مثالي. طب هيستفيدوا ايه؟ هيستفيدوا ازاي من الحوار؟ هيستفيدوا لانه الوقت بعد الحوار ما انتهى في اسبوع للتداول. اللجنة التشريعية هتاخد اسبوع في التداول. ايه التداول؟ يعني ايه اللي هيتم في التداول ده؟ هيجيبوا كل الكلام اللي اتقال في الست جلسات، هيجيبوا المقترحات اللي جات لهم من مؤسسات الدولة المختلفة ومن الافراد، ويقعدوا يدرسوا وياخدوا يدوا مع بعض. ايه اللي ناخده؟ ايه اللي نستبعده؟ طب ايه اللي الناس اتفقت على رفضه داخل التعديلات؟ طب ايه الناس اللي اتفقت عليه؟ ويعملوا صيغة، ثم بعد الاسبوع ده يدخل اسبوع في الصياغة، ترفع بعد ذلك التعديلات للجلسة العامة توافق عليها او ترفضها، ثم يعني لو وافقت عليها يطرح للاستفتاء. المسألة ماشية بهذا الشكل. لكن احيانا عشان تعرف انه في اعلام داخل مصر هنا مش دقيق، والاعلام اللي بره طبعا مش دقيق لانه مدفوع ضدك. المستشار سمير يوسف البهي، مستشار سمير يوسف البهي هو رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ارسل بخطاب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بيقول له فيه اهو ده الصفحة الاولى من الخطاب، نادي قضاة مجلس الدولة، وقال له في هذا الخطاب انه بيرفض التعديلات الدستورية لانها تمثل انتقاص من استقلال القضاء. تمام؟ طيب ايه اللي حصل؟ وانا مش عايز اقول اسم الموقع اللي هو نشر المذكرة دي بالخطأ، عشان بس ما يبانش ان احنا بنتربص لحد من الزملاء يعني. لكن نشرت هذه المذكرة على اساس انه ايه؟ مجلس الدولة يرفض التعديلات الدستورية. لو مجلس الدولة يرفض التعديلات الدستورية دي تبقى حاجة كبيرة قوي. كويس؟ لكن ايه اللي جرى على الارض؟ ان المستشار سمير البهي، وهو رجل يعني على دماغي من فوق وراجل بلديات يعني واعتز بيه، انه المستشار سمير البهي بعت رسالة بوصفه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة. انا سألت قلت طيب هل هو بعت الخطاب ده ممثلا لنفسه، يعني ده رأيه الشخصي، ولا هو بعت الخطاب ده متحدثا باسم نادي قضاة مجلس الدولة؟ اصلها تفرق. يعني لو هو باعت هذا الخطاب باسم نادي قضاة مجلس الدولة، فمعنى كده انه عمل حاجة من اتنين، انه عمل جمعية عمومية للنادي، جاب كل اعضاء النادي اللي هم اعضاء نادي قضاة مجلس الدولة واستشارهم واتكلموا وعملوا حوار، وطيب هنعمل ايه، موقفنا ايه من التعديلات، طيب لا احنا رافضين التعديلات، ابعت جواب بده للبرلمان انه ده موقف. طب هل عمل ده؟ لا ما عملوش. طب انه ممكن يجمع اعضاء مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة يقعدوا اللي هم منتخبين واللي هم جماعة والله احنا محتاجين نعمل رأي واحد في التعديلات، ايه رأيكم؟ فاستقروا فبعتوا، ده ما حصلش برضه. ومن معلوماتي ومصدرها المستشار سمير البهي نفسه أنه أرسل بهذا الخطاب بالأصالة عن نفسه، هو لوحده بيمثل رأيه هو. فإذا الخطاب اللي اتنشر
اهو الخطاب اهو اللي اتنشر وتعمدت بعض المواقع ان هي تشير اليه بانه موقف مجلس الدولة او انه مجلس الدولة او ان مجلس الدولة يرفض. ما انا مش عايز اقول الـ 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 الموقع يعني. يعني خلينا ايه للأسف الشديد للأسف الشديد يعني. وهو موقع وقعت عليه عقوبة الايام اللي فاتت من المجلس الاعلى للاعلام والناس قالت ليه ومالش وبتاع. هنا انا بتكلم في الدقة وبتكلم في الموضوعية اللي الناس قاعدة تقول لك المهنية 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 المهنية. كانهم راكبين ميكروباص مش بيعملوا موقع ولا بيعملوا جورنال. طيب المهنية انه هذا الخطاب لا يمثل نادي قضاة مجلس الدولة لانه الناس لا عملوا جمعية عمومية لأعضاء النادي ولا مجلس الإدارة اجتمع، ولكن هذا رأي يمثل المستشار سمير البهي وهو رأي يقدر ويحترم. بالعكس اقول له انت راجل محترم جدا، هذا رأيك وكتبته وافصحت عنه والحوار المجتمعي محتاج هذه الاراء، لكن خلينا نقول انه ده رأي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ليس رأي نادي قضاة مجلس الدولة ولا الجمعية العمومية بتاعت مجلس الدولة، مش رأيه. فده للإيضاح. وده للإيضاح ليه بقول بوضحه ليه؟ لانه في حاجات كتير جدا بتتنشر في هذا الاتجاه مش دقيقه.